اليوم كتشاهدوا بانه النقابه المستقله المورد بجهه سوسمات كتخرج بواحد الشكل نضالي احتجاجي راقي جدا، اللي هو وقفه جهويه معلنه ومجسده مباشره الان امام المديريه الجهويه للصحه والحمايه الاجتماعيه. وكذلك هذه الوقفه هذه مصحوبه بواحد الاضراب اللي هو جهوي لمده 24 ساعه على مستوى المصالح استشفاء المراكز الصحيه، وبطبيعه الحال من دون الاقسام ديال المستعجلات وديال العنايه. كذلك وهذه الاشكال النضاليه جاءت على اثر مجموعه من المشاكل العالقه والخروقات، مجموعه من التخبطات اللي كيخوض فيها المنظومه الصحيه، خاصه في الشق المتعلق بالممرضين لا وطنيا لا جهويا. وطنيا كنطالبوا بعداله اجريه، يعني اجر ثابت على الاقل يبدا من 8000 درهم، وذلك وهذا وعد ديال رئيس الحكومه يبان للحملات الانتخابيه ديالو. كنقولوا له ان الاوان انك تلتزم بالوعد ديالك، لانه لا ما كنتكلموش من فراغ، وانما هادو وعود انتخابيه خصكم تلتزموا بها. وبطبيعه الحال كتعرفوا بانه الممرض المغربي يستحق الاكثر، يعني كيقدم تضحيات جسام شهاده منظمه الصحه العالميه وبشهاده العالم باسره، وكوفيد 19 ابانت عن كل شيء. كذلك المطلب الثاني والمطلب ديال العاده الاجريه ديال 8000 درهم كنطالبوا الانصاف ديالنا من خلال عن طريق ثلاث مداخل. المدخل الاول هو الانصاف في التعويض عن الاخطار المهنيه، لانه لا يعقل انه كاين الاطر الصحيه باختلاف الفئه الديولة وشي كتلقى تعويضات اللي هي متغيره عبر بلونسيانيتي، والممرض باقي مسكين كياخذ ديك 1400 درهم مدى الحياه. هذا في حد ذاته يستحق اننا نخوض عليه واحد المعركه اللي هي لا رجوع فيها، نكون او لا نكون. يعني بطبيعه الحال كان المدخل الاول هو الانصاف تعويض الاخطار المهنيه، والمدخل الثاني هو الاقرار ديال التعويضات عن الاعباء التمريضيه، لانه كتلاحظوا اليوم لا على مستوى المداشر والقرى لا على مستوى الجبال، كتلاحظوا بانه الممرض هو اليوم الصمام ديال الامام اللي كيقدم الخدمات الصحيه على مستوى المراكز الصحيه في المستشفيات، والواقع راه كيدل على هذا الشيء. هذا كذلك كنطالبوا باقرار التعويض عن التاطير، لانه حنا اليوم كنأطروا الممرضين ديال المستقبل اللي هما المتدربين والمتدربات ديال القطاع الخاص وديال القطاع العام، ومع ذلك ما كنتلقاوش واحد التعويض على هذا التاطير. هذا كيف يعقل انك كتأطر وكتعطي منه وقتك وكتعطي مجموعه من الامور وفي نفس الوقت ما كتاخذش واحد التعويض؟ هذا من جهه. من جهه ثانيه حنا كتعرفوا بانه الاطار التمريضي اليوم عنده واحد النظام ديال التراقي اللي هو مجحف. الامتحان ديال الكفاءه المهنيه في ست سنوات وبواحد الكوطه ديال 14%، هذا في حد ذاته راه اجحاف حق الاطر التمريضيه، والدوله الان والحكومه كتناشد بالتحسين ديال الوضعيه ديال الممرض. ها هما لي بوان فاش خص الدوله والحكومه تفكر فيهم، يعني امور اللي هي مطالب اللي هي عادله، لانه ملي كتقول لي 14% وكانك تدفعني الى الهجره، وكانك تدفعني الى انني نمشي لشي منظومه اخرى ولا انني نشتغل في المنظومه اخرى، في حين انه وزاره الصحه كتعرف لي واحد كتعرف خصاص لي هو مهول فيما يتعلق بالموارد البشريه خاصه فئات الممرض وتقني الصحه. تعرفوا بانه في الاونه الاخيره كانت واحد الظاهره اللي هي كبيره وما زالت ديال الممرضين اليوم كيتمشوا كيخرجوا للدول الاوروبيه الالمان، كيمشوا لكندا ومجموعه من الدول، لانه كاين عروض اللي هي مغريه، ودوك الناس كيعرفوا بالقيمه ديال الممرض المغربي وكيعطيو التعويضات اللي كيستحق، وكيوجدوا له الارضيه والظرفيه اللي كيستحق، لانه بدون ممرض لا يمكن اننا نتكلموا على خدمات صحيه ولا لي بريساسيون دو سوا اللي هما على هوتو. بطبيعه الحال كان بغي نشير لواحد المساله، هذا في الشق المتعلق بالمستوى الوطني. على المستوى الجهوي السيده المديره الجهويه للصحه بطبيعه الحال ملي جات استبشرنا خير، قلنا هذه مسؤوله جديده، يعني كان واحد الاراده اللي هي قويه، قلنا كنجلسوا في اطار الحوارات الاجتماعيه، ها هما الحوارات في الجلسات ديال الحوار الاجتماعي، ها هما لي بي في كاينين، ولكن تنزيل بين قوسين ولا من تنزيل. كاينه بطبيعه الحال مشاكل اللي هي عالقه اهمها هو التعيينات ديال في المناصب المسؤوليه والتعيينات ولا الانتقال داخل الجهة، يعني كان واحد العشوائيه في الانتقال وفي المنصب المسؤوليه. حنا كنقابه مستقل الممرضين كندعيو السيده المديره الجهويه انها تلتزم بالقانون فيما يتعلق في هذا الشيء ديال الانتقالات والتعيينات. بطبيعه الحال كنقابه مستقل الممرضين عندنا واحد النيه صادقه، يعني جينا بحسن نيه، قدمنا لها طلب عقد لقاء من اجل حل بعض المشاكل اللي هي عالقه، فاذا بها تتملص ولا كتاجل فينا من اسبوع الى اسبوع، وهذا الشيء هذا غير مرغوب، لأنه
انه كاين مطالب اللي هي عاجله، كاين كذلك مطلب ديال التعويضات عن حراسه الممرضين سنوات وهما كيشتغلوا من 2017 ولا 2018 2021 2020 الى 2023 لم يتلقوا التعويضات ديال الحراسه. كيفاش بغيتي هذا الممرض المغربي يدير لك المداومه ولا يدير لك الحراسه وهو التعويض ديالو منذ 2020 لم يتلقاه؟ يعني هادو اشكالات اللي هي عظمى. وكذلك نبغي نشير واحد المساله هو انه هاد السيده هذه لا تريد اعتماد الصيغه اللي هي منصفه والتي اشرت عليها وزاره الصحه وكذلك الخزين العام. هاد الوقفه جات لعده اسباب، لاننا لازلنا كنطالبوا بنفس المطالب، لا سواء على المستوى الجهوي والمحلي ولا على المستوى الوطني. بالنسبه للمستوى الجهوي، الاسباب التي دعت الى الوقفه، هناك تماطل كبير في الحوار الاجتماعي، في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي. كاين محاضر كثيره بالجمله لم ينفذ منها اي محضر، كاين محاضر كتابيه ولا نرى لها اثرا، كاين اقوال ومحاضر شفويه ولم نرى لها تطبيقا كتابيا. لذا احنا نستنكر وندين بشده هذا التماطل في الحوار الاجتماعي، هذه العجله ديال الحوار الاجتماعي البطيء اللي كنسميوه حنا حوار صوري، الحوار من اجل الحوار. النقابه المستقله للممرضين والحائزه على اكبر الاصوات والحائزه على تمثيليه كبيره في فئه الممرضين وتقنيه الصحه، هي تطالب بحوار جاد، حوار جهوي جاد، حوار نزيه يفتح النقاش ويحل المشاكل العالقه في جميع المؤسسات الصحيه وفي المركز الاستشفائي الجهوي. السبب الثاني الذي جعلنا نخرج هو تماطل المديرية الجهوية في تنزيل الصيغة الجديدة لتعويضات الحراسة والإلزامية. النقابة المستقلة كانت هي الأولى التي قامت بصياغة هاد الطريقة ديال الحساب، وتعاملوا مع جميع الفرقاء الاجتماعيين بإيجابية وجاتهم أكثر إنصافا للممرضين، لأن كما كتعرفوا أن الممرضين كيقدموا على عمل ليلي الحراسة اللي هي أن كل واحد كاين اللي كيدير 12 ساعة مقابل 76 ساعة، كاين اللي كيدير 12 ساعة 24 ساعة 24 ساعة، ممكن مجموعة من الأنظمة اللي فيها العمل الليلي. هذا العمل الليلي راه خصو الممرض يتجازى عليه وخصو يتكافأ. أصلا هذيك التعويضات هزيلة جدا، 80 درهم لينيتي، وزادها أن كاين طريقة في الاحتساب اللي هي غير منصفة، كتلقى الممرض كيخدم عام كله ديال لي كارد بالأعياد بكل شيء كتجي 1000 درهم في العام. حنا طالبنا بان هذه الصيغه يجب ان تتبدل مركزيا، حاولنا وناقشنا على المستوى المركزي بمعيه باقي الفرقاء باننا نفرضوا هذه الصيغه. الوزاره راسلت المديريات اللامركزيه ومصالحها اللامركزيه بانها خصها تعامل بايجابيه وخصها تناقش هذه الصيغه وخصها تنفذها، فاذا بنا نفاجئ مع المديريه الجهويه بالتماطل، لا بلاتي حقها خصنا نرجعوها مركزيا للتاشير، لا بلاتي الخازي الاقليمي وكاينه موافقه ديال الخازي الاقليمي، يعني كنبقاو الكره عندك الكره عندي، وكاينه احتجاجات ديال التعويضات ديال الناس كيتسناو التعويضات ديالهم، كاين اللي من 2020 من 2021 وعاد التعويضات ديال هذه السنه. لذا حنا ندين وبشده هذا التماطل في عجله الحوار الاجتماعي. بالنسبه للمستوى الوطني، حنا هذه رساله واضحه، هذه الوقفه ديالنا والاضراب الجهوي رساله واضحه الى الوزاره باننا حنا باقيين في الساحه نناضل، واننا سنناضل من اجل رفع الحيف والظلم عن مطالنا وعن ما يقدر يطالنا في تنزيل المنظومه الجديده. حنا كننتظروا بشده النصوص التنظيميه، هاد النصوص التنظيميه بغيناها تنصفنا، ومن بين اهم مداخل الانصاف هي العداله الاجريه. علاش العداله الاجريه؟ حنا ماشي جينا وطلبنا 8000 درهم كاجر ادنى، ولكن وحتى ان الوعد الحكومي ديال السي عزيز اخنوش اثناء الحمله الانتخابيه انه وعدنا فعلا 8000 درهم، ولكن 8000 درهم راه حنا كنا كنطالبوا بها قبل المعادله. علاش؟ كمدخل للخطر المهني، حنا نعيشوا الحيف في الخطر المهني، ولا يعقل ان نفس الفئات المعرضه كنشتغلوا مع فئات معرضين للخطر، حنا الاكثر احتكاكا بالمريض، حنا الاكثر عرضة للخطر المهني، فإذا بنا كنتقاضى واحد 1400 درهم على طول المشوار المهني، على عكس الفئات اللي معانا من مقدمي العلاجات كتوصل إلى 5900 درهم. وشنو دارت الوزارة في هذا الشيء؟ شدات هذيك 1400 اللي كتعطينا عطاتها للتقنيين والإداريين، الناس اللي كيخدموا بستيلو بصحتهم، ولأن الممرضين 60% ديال الشغيلة الصحية كيقدموا 80% ديال العلاجات. إلا مشيتي لزوبيتو، إلا مشيتي للمستشفيات، شكون كتلقى؟ راه الممرضين هما اللي كيقوموا بالحراسة. أما المهم حنا الأطباء غالبيتهم في
مستعجلات، اما في المصالح الاخرى كيقوموا غير بالالزاميه، يعني كيكون في دارو كيجي لعيطوا ليه، ولكن الممرض راه في مواجهه دائمه في العالم القروي. شكون كتقول انا اتحداك تمشي دابا للعالم القروي مركز مركز المراكز الصحيه ودور الولاده، من ستجد؟ ستجد الممرض. اذا علاش انا تعويض عن الخطر المهني يكون بهذا الاجحاف وبهذا، خاصو يكون متساوي في جميع مقدمي العلاجات. انا كنهضر على فئه على لا غوبريك ديال الخطر المهني، اما بالنسبه للحوايج الاخرين راه القانون واضح في داك الشيء. بالنسبه رساله اخيره، رساله للوزاره، ان كنقولوا لها حنا مقبلين على نصوص تنظيميه ننتظرها بفارغ الصبر، ننتظر النصوص التنظيميه وننتظر انصاف الممرضين من خلال هذه النصوص التنظيميه، مقبلين على الوظيفه الصحيه الجديده ولكن بانصافنا، انصافنا يعني ضمان المسطره التاديبيه، يعني خاص تكون عندها ضمانات تاديبيه للممرض، خاص يكون التشغيل ديالو في الاوقات اللي خصها يتشغل فيها، يعني ماشي انا غنخدم السبوته والحدوده ونخدم، يعني خاص يكون احترام التوقيت ديال العمل. خاصو يكون ان احترام العداله الاجريه اللي زلنا نطالب بها. ثم دخل هذه العداله الاجريه كنبغي نشير للحيف الذي يعيشه الممرض من حيث الكوطه. حنا كممرضين كنجتازوا امتحان الكفاءه المهنيه بكوطه 14% عكس فئات معنا في القطاع 100%، وحنا دابا مقبلين ان شاء الله في 31 جانفير على امتحان الكفاءه المهنيه. كلنا هاد الممرضين بالالاف بالالاف كلنا غنتباراو على ديك الكوطه 13%، الا يعقل هذا؟ واش تطالبون بخصوصيه القطاع؟ ومني كنجيو العداله الاجريه، ومني كنجيو لشروط الترقي، ومني كنجيو للكوطه المجحفه، كنوليو بحالنا بحال باقي؟ هذه خصوصيه القطاع؟ هذه رساله واضحه اننا سنناضل وسنبقى في الميدان الى حين انصافنا من خلال اخراج النصوص التنظيميه.